من جديد أهلا بكم مشاهدينا. نعم، ساعة تشير حوالي 9 أول حصة من التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة قد انتهت. أذكر فقط أن وقت الحصة قلص إلى 45 دقيقة بدل الساعة، بينما قسم التلاميذ إلى أفواج، وعدد التلاميذ في الفوج الواحد لا يتعدى 20 تلميذ. متواجد الآن بقسم بمتوسطة علي عمير بدراريا، هذا القسم الذي يحتوي على أقل من 20 تلميذ، قسم السنة الرابعة متوسط. متواجدة أيضا معي الأستاذة يحياوي، أستاذة في مادة اللغة العربية. صباح الخير أستاذة. صباح النور، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم في مؤسستنا كأول لقاء اليوم للدخول المدرسي الذي كان في ظروف استثنائية، ونحن مجندون إن شاء الله لتفادي انتشار هذا المرض في وسطنا المدرسي، وحارسين كل الحرص على أن نأمن على أبنائنا التلاميذ بتوعيتهم بخطورة الوضع ودورهم ووظيفتهم في التجند لحماية أنفسهم وأسرهم والطاقم التربوي بإذن الله. يعني أستاذة، كيف كانت أول حصة؟ ربما كيف كان استيعاب التلاميذ بعد غيابهم عن الدراسة لأزيد من 7 أشهر؟ إذن في طبيعة الحال رحبنا بهم ترحيبا حارا، وحاولنا ونحن جاهدون على أن يكون نراعي راحتهم النفسية. بطبيعة الحال أول شيء هو ذكرناهم بواجباتهم الوقائية لحماية أنفسهم، كما حاولنا قدر المستطاع أن نجعلهم يدركون واجبهم ووظيفتهم في حماية أنفسهم. يعني بالنسبة للاستيعاب تاعهم، هل التلاميذ يعي يعني ما الإجراءات الوقائية الخاصة بهذا الفيروس؟ إذن وهذا نحن هنا لهذا السبب، نحن هنا لنجعل أبنائنا يدركون هذا المرض، خطورة هذا المرض، ونحن هنا مستعدون، قلت ومجندون مرة ثانية، لنضع اليد في اليد ونحاول أن نحمي أنفسنا وأنفسهم، لأنهم أمانة عندنا بعدما تم إخراجهم من أسرهم. يعني بيوتهم بطبيعة الحال. نعم، يعني أنت كأستاذة أكيد أنه الأولياء يلعبون دور مهم في توعية الأطفال، ربما رسالة لتوجهها الأولياء التلاميذ. الأولياء التلاميذ هو أن يحاولوا وش كنت نقول الآن للتلاميذ، أبناء التلاميذ إذا كان عندهم إمكانيات، حبذا المعقم راح أمر ضروري، صار أمر ضروري. إذا ما كانش عندهم إمكانيات نقدر نحمو أنفسنا بأمور بسيطة. درك قلت لهم منشفة ندير فيها قطعة ماء جافيل أو قطرات من ماء جافيل عفوا، نضيع نضعها في كيس بلاستيكي، نحطها في المحفظة ديالي، نمسح بها يدي كي ندخل للمؤسسة تاعي، وهذا أعتقد هذا الأمر في متناول الجميع. أي ولي أمر يقدر يوفر لابنه هذه الوسيلة التطهيرية. درك الآن كنت نذكر ونجعل التلاميذ بالدرجة الأولى يدركون خطورة هذا الموقف. إذا كان عنده معقم ما كانش مشكل، ما عندوش معقم يطهر يديه وطاولته، وما أي لمن لمس بقلنا من شفة فيها قليل من ماء جافيل ويطهر المكان والوسط الذي يجلس فيه. نعم، شكرا لك أستاذة. نعم بلال، هذه هي الأجواء هنا بهذه المتوسطة. شكرا جزيلا لك هاجر بوعلي. ننتقل إلى هاجر زليلف الآن. متابعينا الكرام، رفقة ربما هاجر معك تلميذة أيضا، تفضلي. نعم نعم بلال، معي لينا تلميذة بسنة الرابعة متوسط. لينا صباح الخير. صباح الخير، إن شاء الله يكون الدخول تاعنا المدرسي هذا العام يكون ملاح، ندوزوا السنة تاعنا الدراسية بقاعتك بدون مرض المرض، ندوزوا كومبلي. لينا، يعني هذا الدخول المدرسي كان استثنائي، كيف كان تحضيرك ربما لهذا الدخول المدرسي، وما هي أهم الإجراءات الوقائية التي اتخذتيها؟ الإجراءات التي قمت بها البارحة هي تحضير معقم الأيادي وتحضير الكمامة عند الخروج. كنت متحمسة جدا للدخول المدرسي، كنت
سعيدة جدا بهذا دخول مدرستي، لأننا بقينا كثيرا داخل المنزل القيام بالحجر وهذه الأشياء. يعني 7 أشهر وأنت في المنزل، هل كنت تراجعين الدروس ربما؟ نعم. دروس السنة الرابعة، ونحن نعرف أن السنة الرابعة عندك امتحان مصيري. نعم كنت أراجع لدروس السنة الرابعة، لأن السنة الرابعة ليست كباقي السنوات السنة الأولى والثانية والثالثة، هي المرحلة التي يحدد فيها تلميذ السنة الرابعة مصيره بالبقاء في المتوسطة أو الدخول السنة مستوى السنة ناوية. شكرا لك لينا. نعم بلال، عودة إليك. جزيلا لك هاجر بوعلي. ننتقل